هكذا أصبحت الصورة فجأة داخل وزارة البيئة، تعتيم كامل أرادته السلطة لتتفرد بالمعتصمين الذين رابطوا داخل الوزارة معلنين عدم خروجهم إلى حين استقالة وزير البيئة محمد المشنوق. وبالقوة أيضا أخرج الصحفيون والصحفيات لتحل محلهم فرق مكافحة الشغب بعد قطع الأمن للبث المباشر داخل الوزارة. وبالقوة والعنف أخرج الأمن المعتصمين، عدد منهم أصيب، عدد آخر أغمي عليه، وكان عنوان التعامل معهم من قبل فرق مكافحة الشغب العنف. عند مدخل وزارة أمن ما بقى مع الشباب تحت، مع الشباب أنا بتشبروني بالأول طمنهم، لا من أول ما في خلوني ما في خلص طلعوا لما تم اخراجكم واخراج الاعلام ضل يمكن بس كاميرا الاي بي سي زمطت ما انتبهوا لها، رجعوا قصوا لها كابل الارسال وتم تعتيم الاعلامي. نحن التفينا عليهم، حضرتك انتم كان عندكم فكره انه تحكوا معي، كنت انا عم خبركم على التلفزيون شو صار، بينما انا عم خبركم على التلفزيون شو صار بشوف رائد يعني بيتوجه معي مع قوه جراره يعني وكانه عم يقتحم عصابه مخدرات او عصابه خطف، بيتوجه صوبي هيك. قال انا ما كثير بعرف بالرتب، قلت له عم بقول له انه رائد توجه صوبي، قال انا مقدم يا ابن الكذا والكذا، يعني إهانات وشتائم مقززة طليق بهذه السلطة. أوكي كفيلي شو جسد كفيلي. تم سحبي وتم شرجرتنا على الدرج بمعاملة جد مهينة ومعاملة جد سيئة. بعد ما نزلوني كانوا عم بيوصوا بعض، لأنه يعني في ظاهر يعني عندهم أوامر عم بيوصوا بعض أنه ليك هلأ بس يطلع لبرا، إن هني وقفوا على الباب، قالوا بس على برا دفشوني هيك لبرا وسكروا الباب برا حتى يبين والله هني هالتعامل الراقي مع المتظاهرين. جمعوكم كلكم بالطبعة الأولى؟ صدق رامز أنه أنا أول واحد يعني سحبوا، ما بعرف شو صار وراي، بس يعني من اللي شفته معي بقدر بتخيل شو صار وراي من الناس التانية. وزير الداخلية عم بيقول انه ما استخدموا قوة معكم. ما شاء الله يعني على وزير الداخلية، ما شاء الله على وزير الداخلية. من ضمن خططهم غير المعلنة وعلى نحو مباغت، دخلت مجموعة من طلعت ريحتكم والحملات الأخرى مبنى وزارة البيئة في العزرية، حيث اعتصمت سلميا للتعبير عن رأي شعب أرهقه الفساد ونخر عظمه الفاسدون في السلطة. المعتصمون افترشوا الأرض إلى جانب مكتب الوزير مشنوق مطالبين باستقالته. هذا التحرك لم يرق بطبيعة الحال المسؤولين، فصدرت الأوامر إلى الأمن بتطويق المعتصمين. أطفئت المكيفات، انقطعت المياه عن المعتصمين، كما انقطعت الكهرباء عن أقسام من الوزارة، وأقفلت أبواب المراحيض للضغط على المعتصمين، وقد سجلت حالات إغماء عدة، وأطلقت مناشدات عدة إلى الصليب الأحمر اللبناني. ومع ذلك بقي المعتصمون وأصروا على حسم الأمر. اليوم كنت أنت عن حضرتك عم تقول أنه محمد مشنوق هو حلق الأضعف، هذا أمر غير صحيح. اليوم محمد المشنوق لما عمل مناقصة كارثية أراد يوزع المصاري أو النهب على كل الطبقة السياسية، لذلك هو يمثل اليوم كل الطبقة السياسية. موضوع النفايات هو الموضوع الطارئ اليوم، لذلك كان استهدافه كله 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 أقفلوها كلها، يعني وسائل ضغط هاي أقفلوا كل المنافس التهوئة. يعني هلأ نحن عايشين بحالة اختناق وما في محل أنه نحن نتنفس، فمشان قبل شوي نحن نشدنا الصليب الأحمر أنه يتواجد معنا لإسعاف أي حالة صحية طارئة. نحن قاعدين، نحن ما حيصير في أي بعض يقول أنه أنتوا وصلتوا رأيكم، ليش ما بتخرجوا؟ لا يستقيل حتى نفل، هو محجوز اليوم. ليش رفضتوا تحاوروا؟ لأنه كل مبادراتهم، كل المبادرات اللي نحن قدمناها رفضوها، هلأ صاروا بدهم يتحاوروا بس حجزناه جوا. بالقوة أخلوهم من ملك عام يعود إلى الشعب. لم تتمكن السلطة من التنازل عن عليائها والاستجابة لمطالب المعتصمين في الداخل والمتظاهرين في الخارج. لم يقدم استقالته وزير البيئة محمد المشنوق، وإلى وزارة البيئة كان قد استدعي قائد شرطة بيروت العميد محمد أيوبي، الذي طلب إلى المعتصمين إخلاء الوزارة إلا أنهم رفضوا وحملوه رسالة إلى الوزير مشنوق مفادها أنهم يريدون استقالته. نحن بلغنا المنظمين الموجودين المسؤولين عن الشباب ها انه ضروره اخلاء مبنى الوزاره لاسباب قانونيه وفي امور ممنوع وجودهم بقلب الوزاره. هل ستخرج وزير البيئه؟ هل ستقومون باخراج وزير البيئه؟ لا وزير لا هذا الموضوع لا، هو رفض الخروج. اذا بتسال هل هناك اوامر من وزاره الداخليه او غير صحيحه المعلومات انه باخلاء بالقوه؟
ما في إخلاء بالأول. خرج العميد أيوبي ليعود مجددا مصطحبا العميد جورج خميس ورئيسة حزب الخضر، ما أسفر عن حال من الاستنكار الشديد بين صفوف المعتصمين مطالبين بخروجهم، معتبرين ذلك محاولة سخيفة ومشتبها فيها من قبل السلطة. معركة ضدنا من كل الأحزاب السياسية، كل يوم عم يجينا معارك يمين شمال من كل الأحزاب السياسية. نحن اليوم عم نقول هذا الوضع، إذا الحكومة والسلطة السياسية الفاسدة ما بدها تبلش وتسمع لشعبها، نحن رح نكمل. الأحزاب السياسية اللي هلأ جاءت تعمل شو بالنفايات والفساد. وبعد محاولات باءت بالفشل، خرج المشنوق بمرافقة خميس والأيوبي، وبقيت مطالب شعب كامل عالقة يطالب بها مواطنون سيستمرون في تظاهراتهم وتحركاتهم.